بعد الابتعاد الاضطراري عن مقاعد الدراسة في الأطوار الثلاث والذي دام ل17 يوما بقرار رئاسي نظرا لتوغل الفيروس التاجي داخل الأسرة التربوية، ها هم التلاميذ اليوم يعودون مجددا إلى الأقسام. اليوم كان عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة عبر كامل مؤسستنا التربوية في الأطوار الثلاث، وإن وقع الإطمئنان على سلامة الزملاء الموظفين سواء كانوا أساتذة أو إداريين أو عمال، وأبناء التلاميذ اليوم في المؤسسة التربوية بفضل يعني هذا التعليق المؤقت للدراسة اللي دام أسبوعين، أو بفضل تجند كل المعنيين بهذه العملية سواء موظفي قطاع التربية الوطنية أو الأولياء. عودة طبعتها إجراءات وقائية صارمة تعكف عليها مديرية التربية لولاية قسنطينة التي استغلت فترة العطلة الاستثنائية لإعادة هيكلة المؤسسات وتعقيمها لتستقبل التلاميذ مرة أخرى في ظروف ملائمة وخالية من الإصابة بالفيروس. ما نقرأ شوية، نلعب شوية، وما نبقاش نخرج، وما نديرش، ما نلصقش الزميلات، ما نبوسوش ماما ولا بابا، خاطي يجيبونا المرض، يكونوا هما مرض يجيبونا المرض حنا نمرضوا. الالتزام صارم بقواعد البروتوكول الصحي اللي هو الضامن الأساس لكسر موجة انتشار هذا الوباء والاستمرارية وظيفتنا الأساسية في نشر المعرفة والعلم والأخلاق الحسنة. هي جهود تتكاتف من أجل تجنب سيناريو الإصابات داخل الأسرة التربوية وبهدف إكمال العام الدراسي والخروج منه بأخف الأضرار.